السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات طبخ ليلى. اليوم غادي نقدم لكم طورطه اللي هي طورطه بلاموس ديال البنان والشوكولات. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. دابا غادي نحتاجو فهاد الطورطه كريم شونتيي اللي طربتو مع سكر كلاصي. سمحوا لي على هاد الروينه، راه حيت نصور بزاف الاطباق في مره واحده. عندي هنا كذلك البنان اللي قطعتو طراف، يعني قطعتو طراف صغار وطحنتو ودرت فيه شويه ديال السكر سنيده، تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر سنيده، ودرتهم فوق البوطه حتى طابو وغلا، وزدت عليه الجيلاتي اللي رطبته تماما بحال الطريقه ديال لاموس ديال الخوخ. غادي تلقاو الوصفه ديالو في الرابط اسفل الفيديو. دابا غادي نضيف البنان الكريم شونتيي غير بشويه بشويه، وانا كنخلط حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. دابا من بعد ما خلطت مزيان غادي ناخذ الحبيبات ديال الشوكولات. كيف كتعرفوا ان البنان كيتواتى مزيان بزاف مع الشوكولات، غادي ناخذ حبيبات وغادي نضيفهم وغادي نعاود نخلط. دابا غادي ناخد لا جينواز غادي ندهنو بالسيرو. دابا غادي نخوي لاموس ديال البنان من فوق لا جينواز. دابا من بعد ما جبدات الطورطه ديالنا دوزت الموس على الجناب باش يسهل عليا نجبدها. ممكن انكم تزينوا الطورطه كما بغيتوا، ممكن تزينوها بالفواكه. انا قررت انني نزينها بالصوره ديال ولدي اللي دومونديت عليها من باتيسري. هاد الصوره هادي راه صالحه للاكل، هادي للصحه. دابا خديت عجده طريه طربتها طلعتها كريم شونتيي، غادي نزين بها التورته ديالنا. التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. دابا من بعد ما كملت غادي ناخذ الشوكولاط وغادي نزين الجناب ديالها بالشوكولاط. بشكل عشوائي غادي نحط هاد الحبيبات. هذه هي التورطه ديالنا من بعد ما كملتها في التزيين. التزيين تيكون خفيف بالنسبه لهاد بحال هاد التورطات. كنتمنى انها تنال اعجابكم بالصحه والراحه، وما تنساوش تشتركوا عندي في قناه ثانيه اللي هي وصفات مع ليلى، وان شاء الله يكون دائما الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.